السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، ومعكم زيادادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف لي الكبير انه التقي بكم في فيديو جديد بخصوص سماع نهاوند للفنان الكبير منير بشير، وهي من مقام النهاوند على درجة الدو. الحقيقة أنه هذا السماعي للطلب الأكاديميين، وحتى في ناس أنه تقدر تعزفها سوية مثل مقدمة، راح أعزف لكم إياه أنا إن شاء الله. ولا تنسون الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات محاضرات شهريا اللي هي موجودة أونلاين مباشرة وياي، وأيضا موجودة عندنا اللي هي حضوري موجودة في بغداد. شرف إلي الكبير ألتقيكم. نبدي في النوتة الموسيقية اللي هي موجودة حاليا أمام. شوف هسه أنت راح تبدي عندك مقام النهاوند، فراح يكون عندك دو مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو ري مي دو سال سال فا فا مي فا اس اس ري مي فا لا فا ري مي سال فا مي ري دو ري مي فا مي ري ري دو دو سي دو. جميل جدا ورائع، وممكن تكتبون نوطاته فتشي يعني صال لا صال لا صال فا مي ري مي فا صال سي لا لا دو سي لا صال فا مي ري مي فا صال اس فا 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 صول. هنا راح يصير عندك صبا فا 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 صال فا مي ري مي ري مي فا صال فا مي ري مي دو ري مي فا مي دو سي دو. طبعا احنا عزفنا التسليم وعزفنا الخانة الثانية، ومن ثم راح نبدي بالخانة الثالثة، لأنه هنا يعتبرون التسليم معتبرينه هو خانة أولى وتسليم. فالخانة الثالثة شو يصير عندك؟ دو سي دو باو. هنا راح يصير لي دو سي دو ري مي فا مي ري دو ري دو سي لا صال فا. لاحظ فا مي ري مي ري دو سي مي ري دو سي دو صار باو. هنا راح يصير دو ناش يصير دو صال لا دو سي ري دو سي سي لا لا صال صال اس صال سي لا صال فا دو سي لا صال فا مي ري مي اس ري مي فا صال فا مي ري دو سي ري دو. هنا عندك طبعا نسي طبيعي، واضح؟ خانة الرابعة دو. هنا راح يتغير 6 8 الايقاع دو صل صل فا صل فا صل صل فا فا مي ري ري فا فا مي فا فا صل صل فا مي ري دو دو سي لا صل لا سي لا فا صل لا لا صل فا مي فا صل 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 مي ري دو. هنا تطلع طبعا مباشرة لأن الوقت ما يسمح، فيصير عندك مي ري دو سي دو ري مي ري دو سي دو مي ري دو ري دو سي لا ري دو سي لا صول ري دو سي دو سي لا صول دو 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 سي 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 لا 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 صول. اوكي طبعا كلها تنعاد مرتين مرتين سي لا سي لا سي لا سي لا صول لا لا صول لا صول لا صول لا صول فا صول فا صول لا فا مي فا صول مي ري مي فا ري ري لا صال فا مي ري دو سي دو. هذا هو السماعي للفنان الكبير منير بشير. ممكن بالدورة الموسيقية ياخذ اكثر تفاصيل بهذا الموضوع، وبالتالي راح تكون الامور سهلة امامك عندما تكون
في دورة موسيقية وتاخذ كل التفاصيل بها. تحياتي لكم، واتمنى انه لا تنسوا اللايك والاشتراك والاشتراك بالقناة، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.